أكد عمدة الحي المالي للندن اللورد ويليام راسل أن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الكويت وبريطانيا سيظل دائما قويا ومثمرا لأنه مبني على أسس تاريخية متينة. جاء ذلك في تصريحات قبل بدء زيارته الرسمية للكويت بعد غد الاثنين، حيث أضاف أنه سيسعى خلال زيارته لتقديم إيضاحات بشأن التطورات الأخيرة بعد دخول بريكزيت حيز التنفيذ، لأن الكويت بلد صديق ومستثمر مهم يرتبط مع بريطانيا بعلاقات تجارية واسعة تشمل عددا كبيرا من المشاريع الحيوية، لافتا إلى أنه سيلتقي عددا من المسؤولين الكويتيين الماليين من مختلف المستويات سواء الرسمية أو القطاع الخاص.